السلام عليكم، معكم كنزة مرسلي. اللي يعرفني واللي ما يعرفنيش، قدم لكم نفسي، فنانة جزائرية. هو اللي بالي قلبي، هو ابنة الحياة. اليوم راني في استضافة ميرا كلينيك. اللي ما عارفش ميرا كلينيك، ميرا كلينيك هي عيادة مختصة في تقريبا كل التخصصات الموجودة في التجميل، واللي راني فيها اليوم بالتحديد اللي مختصة في طب الأسنان بكل تخصصاته. تجربة كانت جدا رائعة، وجيت واستقبلوني من المطار، داني على الأوتيل، أحسن استقبال، أوتيل 5 نجوم في اسطنبول. بعدها جيت العيادة وتعرفت على الأشخاص اللي مسؤولين على العيادة، اللي منهم دكتور أحمد، وكانوا والله يعني مش مجاملة، لكن خيرة الناس، لأنه قليل وين تلقى ناس مازال عندها ضمير في كل شيء، خصوصا في الاختصاص اللي هما بيشتغلوا فيه. فنوجه لهم تحية ونقول لهم برافو برافو برافو. انا وش درت؟ طبعا كلكم تسالوا يعني انا وش درت في اسناني. بصراحه تلاقيت بالدكتور يحيى وشاف الوضع الداخل، عمل لي تنظيف وعمل لي تبييض للاسنان، وجازت العمليه بكل اريحيه من شده احترافيه، وكما يقولوا احنا بالعاميه تاعنا نقولوا يده خفيفه الدكتور يحيى. والحمد لله يعني كما راكم تشوفوا ابتسامه بيضاء ناصعه. انا عملت تبييض قبل، ما نقولش وين، لكن عملته قبل مرتين، لكن كان مؤلم جدا لدرجه اني قلت ما نزيدش نعمل تبييض، والدليل انه عندي من 2016 تقريبا ما عملتش تبييض اسنان. فهاد المرة كنت خايفة شوية، قليلة متخافيش، نوعدك انه مش راح يوجعك، فكما كان الحال يعني موجعنيش وكان هكا. وشكرا ميرا كلينيك.